أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذا الدرس من دروس التحويل ما بين وحدات الحجم. في هذا الدرس سوف نقوم بالتحويل ما بين وحدة المتر مكعب ووحدة المليمتر مكعب. فنأتي إلى الشق الأول من السؤال، يقول لنا إذا كان الحجم هو 4.2 مضروبة بعشرة أس سي سالب 8 متر مكعب، أي قيمة جدا صغيرة بوحدة المتر مكعب، فما هي قيمته بوحدة المليمتر مكعب؟ فنقول هنا بأن الحجم أي فوليوم بوحدة الملي متر مكعب تساوي لنا، نكتب القيمة التي في السؤال، 4.2 أو 4.2 times 10 to the power minus 8 متر مكعب مضروبة ب، نأتي للجدول بالأسفل، أين المتر مكعب؟ هو هذا. أين الملي متر مكعب؟ هو هذا. قيمته ماذا؟ هذه القيمة نكتبها أين؟ نكتبها بالأعلى، 1 مضروبة بعشرة أس سي 9 ملي متر مكعب، وبالأسفل تساوي لنا ماذا؟ 1 متر مكعب. لماذا فعلنا هذا؟ لأننا نريد أن نتخلص من المتر مكعب مع المتر مكعب، فنستطيع في النهاية الحصول على هذه الوحدة مليمتر مكعب. فلو استخدمنا الآلة الحاسبة، حتى من دون آلة حاسبة، هنا سالب 8 مع 9 ستذهبان ونحصل على 10 مضروبة بعشرة، فتكون الإجابة هنا عبارة عن 42 مليمتر مكعب. فهذه القيمة جدا صغيرة بالنسبة للمتر مكعب، نراها بالمليمتر مكعب كبيرة. نأتي للشق الآخر من السؤال، يقول لنا إذا كان الحجم هو 5.5 مضروبة بعشرة أس 10 ملي متر مكعب، فما هي قيمته بوحدة المتر مكعب؟ هنا العملية بالعكس، الحجم بوحدة المتر مكعب تساوي لنا، نكتب القيمة التي في السؤال، 5.5 مضروبة بعشرة أس 10، والوحدة هنا ملي متر مكعب، فنريد أن نتخلص من ملي متر مكعب، فنكتب قيمتها التي في الجدول بالأسفل الآن، فواحد مضروبة بعشرة أس 9 ملي متر مكعب، فنستطيع أن نلغي ملي متر مكعب مع ملي متر مكعب، وبالأعلى نكتب واحد متر مكعب، لأن واحد متر مكعب تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا مليار ملي متر مكعب، أو واحد ضرب عشرة أس 9 ملي متر مكعب. فباستخدام حتى من دون آلة حاسبة سنحصل على ماذا؟ 10 أس 10 قسمة 10 أس 9 فستكون مضروبة بعشرة، فراح تكون لنا ماذا هنا؟ 55، والوحدة هي متر مكعب. وهذا هو الجواب. شكرا لكم أعزائي، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. في أمان الله تعالى.